اعتصم جمع من الأطباء والصيادلة والتقنيين أمام دائرة الصحة وسط مطالبين برواتبهم المتأخرة منذ 16 شهرا، متهمين صحة وسط بالتقصير والمماطلة، مهددين بالإضراب عن العمل ونصب الخيم أمام دائرتهم لحين تحقيق مطالبهم. بالنسبة لنا باشرنا 8/1/2020، لحد الآن 16 شهر بدون راتب، ما انطلق لنا أي راتب، وكانت بسبب العجز الموجود بالموازنه مال 2020، وبعدين اجت موازنه 2021. زين، فالمفروض المشكله انحلت. دائره صحه واسط لحد الان تماطل وتسوف بالامر، انا ما اعرف شنو السبب. الناشد وزاره الصحه انه تتابع الموضوع، تشوف التقصير من وين. دائره صحه واسط نروح لابو الحسابات يقول جاي رواتبكم، نروح لابو شو اسمه المعاون المدير يقول ما نعرف شنو الموضوع، ما هسه احنا ما ندري شنو الموضوع، هم نفسهم الدائره ما حد ما يدري بالثاني. فاحنا نطالب انه جهات المسؤوله تتابع لنا الموضوع، لانه 16 شهر ترى هواي، ماكو لحد الان موظف بالدنيا كلها ما مستلم راتب 16 شهر وبنص الوباء. انا حاليا دام مستشفى الحاج جلال، نعاني من مشكله كصيادله واطباء اسنان وهندسه تقنيات بعدم صرف رواتبنا اللي المتاخره صار تقريبا 16 شهر بسبب مشاكل اداريه دار صحه واسط. بقيه الدوائر الصحه انه استلمت الراتب، 18 محافظه استلمت، فقط دار صحه واسط مشاكل اداريه، خلل، ارتباك بالعمل، واحنا نطالب الجهات المعنيه بصرف رواتبنا، وهذا حقنا الشرعي لان كموظفين تابعين للدوله وتعيين مركزي. اول شيء نشكر قناه زاكروس لحضورها ويانا وتلبيه مطلبنا اللي هو مطلب واحد، هو صرف رواتبنا، يعني اكيد هذا حقنا. احنا تعيينا تقريبا بال 2019 شهر 12 ولحد الان لم تصرف رواتبنا لحد الان. التقصير واضح من دائره صحه واسط، يعني اخصص دائره صحه واسط هي الدائره المقصره بخصوص هذا الموضوع، وايضا التقصير من الماليه. احنا تقريبا اغلبيتنا نداوم براتات العزل والمستشفيات. اذا لم تحقق هذه المطالب راح تكون هناك خطوات تصعيديه. خطوات تصعيديه ترك العمل والاعتصام والاضراب عن العمل. الاعتصام حيكون ان شاء الله بنصب الخيام امام دائره صحه واسط، والاضراب عن العمل وراح يكون اكيد اكو مثل ما يقول مكان اماكن الردهات العزل والمستشفيات راح تكون حقيقه بخطر، لانه احنا كصيادله وكاطباء ان دور كلش فعال بهذه المؤسسات الحكوميه. نطالب ايضا النواب، يعني الممثلين عن محافظه واسط، شنو دوركم؟ شنو دوركم؟ احنا خاطبنا اكثر من نائب، خاطبنا النائب سلمان الغريباوي، خاطبنا النائب يوسف الكلابي، ولكن لحد الان لم ترد اي، لم ما شفنا أي نتيجة.